خلونا ناخد معانا على التليفون معالي وزير الزراعه السيد القصير، وزير زراعه الزراعه واستصلاح الاراضي في جمهوريه مصر العربيه. ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يوسف بيه؟ ازاي الصحه؟ كله تمام؟ ربنا يكرمك. يوم صعب وشاق جدا كما جرت العاده، بس قدها وقدود يا فندم. ربنا يكرمك، احنا كلنا بنشتغل لصالح هذا الوطن. صحيح. معالي الوزير، يعني الرئيس اتكلم على هذا الموضوع واستشهد ايضا بكلام حضرتك، وحضرتك تدخلت معاه في هذا الحوار حول مسألة صناعة تربية المواشي او صناعة اللحوم بشكل عام في مصر. يجي هنا اول سؤال الرئيس لما اتكلم على 2 مليون رأس ماشية عاوزين نجيبهم، وقال ده مش هيحصل في سنة ولا اتنين، ده وارد انه يحصل في مدة زمنية قد ايه؟ خصوصا ان احنا شفنا التكلفة كبيرة، ما هياش برضو قليلة والعدد ضخم. هو سيادتك ايه، احنا طبعا توجيهات فخامه السيد الرئيس زي ما انت شايف كده، يعني اجراءات استباقيه وتكلفات استباقيه. يمكن شفت في خلال الفتره الاخيره احنا يمكن ثلاث مشروعات مرتبطين بالامن الغذائي في توشكا وفي دلتا جديده اللي هو باكوره الدلتا الجديده مشروع مستقبل مصر، والنهارده المجمع المتكامل لانتاج الالبان واللحوم، ومشروعات كثيره جدا مرتبطه بالامن الغذائي، لان انت شايف دلوقتي ان القضيه اللي بتشغل الراي العام في العالم كله هو الامن الغذائي. صحيح. سياده الرئيس توجيهه دائما بيتطلع الى الافضل والامثل. ان احنا من زمان دائما الثروه الحيوانيه لابد ان يحصل فيها تقدم ويحصل فيها تنميه وتبقى صناعه. يعني اسلوب التربيه القديم اللي هي يعني الراس وراس بدائيه و إنتاجية يعني منخفضة سواء في اللحوم أو الألبان أو كده، لا، سيادة الرئيس عايز يعمل حياة كريمة. يعني يخلي الفلاح أو المربي الصغير اللي بيربي راس معدل التحول في اللحوم فيها في اليوم من حوالي 7 من 10 إلى 8 من 10 إلى كيلو في اليوم. لا، طب طالما في رؤوس ونوعيات تقدر تجيب 2 كيلو في اليوم، ما نجيبهاش ليه؟ كويس، دي حاجة. الحاجة التانية، لو في راس بتجيب 7 كيلو في اللبن في اليوم، طب في راس ثانيه بتجيب 30 و35 و40، طب ما نجيبهاش ليه؟ فتوجيهات فخامه السيد الرئيس ان احنا نحاول نحسن السلالات اللي موجوده ونعمل احلال للسلالات. احنا عملنا برنامجين لهذا المدخل. تمام. المدخل الاولاني هو ان احنا عملنا تحسين يعني تبنينا برنامج لتحسين السلالات الموجوده المصريه. طيب. من خلال اساليب علميه زي التلقيح الاصطناعي وخلافه، وبالتالي بتعمل تحسين للسلاله. ويمكن شفت حضرتك الصوره اللي احنا عرضناها للماشيه في احد الاسواق، بتوضح قد ايه نسبه كبيره من الرؤوس اصبحت خليط. ايوه. وبالتالي تطور التحسين لتحسين السلالات ادى الى انه ظهر نتائجه، وبالتالي زادت الانتاجيه شويه، معدل الالبان بتاعته زادت شويه. لكن المحور الكبير اللي هو سياده الرئيس بيتكلم عنه ان احنا نجيب سلالات عاليه، يعني زي الرؤوس اللي شفتوها النهارده بتجيب 30 و35 و40 و45، معدل تحول اللحوم حوالي 2 كيلو في اليوم. وبالتالي احنا ماشيين عن هذا الامر، عن هذا البرنامج، واخدين قوه فيه. سياده الرئيس يعني خصص مبالغ اكثر من 10 مليار جنيه لدعم صغار المربين في هذا البرنامج. بنعمل تحالفات مع يعني منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص والمستثمرين. أيوه. في القطاع الخاص، بحيث ان احنا ندعم هذا البرنامج. احنا يعني عندنا زي ما سيادة الرئيس قال النهارده، عندنا 71,000 راس، اللي هي نتيجة التكاثر خلال الفترة اللي فاتت ادت الى، ونتيجة الـ يعني الولادات وخلافه، بقى عندنا حوالي 145,000 او 150,000 راس من السلالات العالية الانتاجية. كويس. احنا ان شاء الله بنستهدف زي ما فخامه السيد الرئيس ان احنا نعمل احلال للسلالات بنسبه كبيره، وبالتالي هنعمل يعني تحالف مع منظمات المجتمع المدني، مع الجهاز المصرفي، مع المربين، مع المستوردين، بحيث ان احنا نستورد اكبر عدد من الرؤوس اللي هو ذات الانتاجيه العاليه، ونستخدم اليات اخرى، بحيث ان احنا بنشتغل على محورين، محور تحسين السلالات اللي موجوده بتاعتنا، والمحور الاخر ان هو استيراد رؤوس عاليه الانتاجيه بحيث نؤدي الى زياده الانتاجيه. وبالتالي زي ما سياده الرئيس قال، هي صناعه. يعني ليه؟ اما واحد بيرعى راس عاليه الانتاجيه زي دي سواء في اللحوم او الالبان، محتاج ان يبقى عنده خبره، محتاج اساليب التغذيه الحديثه، لازم تبقى التغذيه متوازنه. ما هو خلي بال سيادتك ان الراس اللي هيجيب 30 و40 كيلو لبن محتاج اسلوب معين في التغذيه، ومحتاج اسلوب معين في الرعايه البيطريه، ومحتاج مراقبه. وكمان اضفنا كمان محور التامين على الرؤوس، عشان لا قدر الله
يعني راس من دي اللي هي مكلفة جدا. اللي تمثل ثروة للفلاح والمربي الصغير، لا قدر الله حصل لها حاجة يبقى في تغطية تأمينية عليها نقدر نستعوضها عشان تعمل استدامة للمشروع. طيب معالي الوزير، يعني اللي حضرتك بتقوله ده معناه، ويمكن حضرتك أشرت لده بوضوح، إنه لازم يتعمل حاجة أقرب إلى برامج توعية زراعية للمربين، المربين الصغار كمان، يعني اللي هيبقوا في إطار حياة كريمة، اللي هيبقى في عنده راس أو اتنين تلاتة بالكتير يعني يوم ما تتمعظم، ده محتاج يتدرب كويس على كيفية رعاية هذه السلالة وتغذيتها وتلقيحاتها والطعوم بتاعتها وما إلى ذلك، عشان تقدر تديله إنتاجية تغنيه بالظبط. هل 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 بدأنا نبني هذه البرامج ولا لسه؟ طبعا احنا عاملين برنامج كمان عندنا، بندرب بعض الزملائنا الاطباء البيطريين او خريج الزراعه او المؤهلات اللي هي تتناسب هذا الامر، بنعمل لهم تدريب على كانه ملقح اصطناعي، بحيث ان هو بياخد الجرعات ويبدا يوزعها على صغار مربين، وبالتالي ده تحسين السلالات. ايضا بنعمل من خلال زملائنا في الخدمات البيطريه او الحقول الارشاديه، او ان احنا ندي لهم نوع من انواع التدريب ونشرف عليهم بصفه مستمره، والقوافل البيطريه اللي بتطلع وتلف على الرؤوس وعمليه التحصينات، كل دي في سبيل ان احنا يعني نقدم نوع من انواع رفع كفاءه المربي وتعليمه باساليب التربيه، لان زي ما سيادتك بتشوف كده الامر بقى اصبح صناعه واصبح في استثمار، فلابد ان انت عشان تحافظ على الصناعه لابد ان انت تقدم تدريب وتوعيه للمربي الصغير بالاساليب الجديده، واحنا مستمرين في هذا الامر يعني. طيب حلو جدا. طيب واضح جدا في اكتر من لقاء مش بس النهارده انه فخامه الرئيس يعول بقوه على معالي الوزير سيد القصير كوزير زراعه لتحقيق اكتفاء ذاتي قدر الامكان من اكبر في اكبر عدد ممكن من الحاصلات والمنتجات الزراعيه، والنهارده الرئيس برضو قال لحضرتك على هذا الموضوع او اتكلم مع حضرتك في هذا الموضوع. مهم ان الناس تبقى عارفة يا فندم احنا وصلنا معدل اكتفاء ذاتي من انهي حصلات، وفضل لنا كم في المية في بقية الحصلات زي القمح على سبيل المثال. طيب قبل ما اجاوب على السؤال ده لابد ان انا بس يعني ادي معلومة بس اللي ما في يعني حاجة عايزين نفرق ما بين الاكتفاء الذاتي المطلق والاكتفاء الذاتي النسبي. ما فيش اكتفاء ذاتي مطلق من كل حاجه، استحاله. في العالم كله طبعًا بيقدر يحقق اكتفاء ذاتي مطلق، استحاله. فكله بيحقق الاكتفاء الذاتي النسبي اللي انت بتقدر تستفيد من المزايا النسبيه اللي ليك في بعض المنتجات. ايوه، احنا كدوله مصريه في ضوء محدوديه الموارد سواء كانت الارض او المياه، ومع برضو المحاور فيما يتعلق بالتوسع الافقي وزياده الرقعه الزراعيه والتحسين الرقمي، الحمد لله قدرنا نحقق اكتفاء ذاتي في عدد كبير من السلع. احنا بنحقق اكتفاء ذاتي وبنصدر الخضر والفاكهه، انت حضرتك شفت يمكن يعني موقعنا كدوله مصريه في الصادرات فيما يتعلق بالخضر والفاكهه ومراكز متقدمه 3.6 مليون طن صادرات. بنحقق اكتفاء ذاتي في الرز، بنحقق اكتفاء ذاتي في الالبان، بنحقق اكتفاء ذاتي في الدواجن، بنحقق اكتفاء ذاتي في البيض. المحاصيل السكريه وصلنا الى اكتفاء ذاتي حوالي 90%، يعني تعتبر حققت اكتفاء ذاتي. الاسماك اكثر حوالي 90%، وبالتالي تعتبر في حكم الاكتفاء الذاتي ان شاء الله. اللي متبقى عندنا فقط هو المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي زي القمح والذره، ايوه، واللحوم. اللحومه دي احنا ماشيين على طريق زي ما البرنامج اللي بيوجهه فخامه السيد الرئيس ان احنا نرفع الانتاجيه، وكمان زياده الانتاجيه في الدواجن والاسماك بترفع من مستوى تغطية الفجوة في اللحوم، وبالتالي إن شاء الله هذا المحور والبرامج المتعددة في مجال تنمية الثروة الحيوانية إن احنا بنحاول نحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي. أما فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة، أنت عارف إن احنا يعني نتيجة التوسع برضه والموارد المحدودة في الأعلاف وأسلوب الاستهلاك وخلافه، عندنا محورين رئيسيين بيمكنونا إن احنا إن شاء الله ان احنا نحقق يعني طفره في هذا الامر، ونقلل نرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي ونقلل الفجوه. على سبيل المثال احنا الدوله بتقود بتنفذ عديد من المشروعات المرتبطه بزياده الرقعه الزراعيه زي تشكى الخير، زي الدلتا العملاق، زي تنميه شمال وسط سيناء، زي الوادي الجديد، شرق العوينات، الغرب المنيا والمنيا وجنوب الوادي، كل دي مشروعات توسع افقي. الجانب الاكبر من هذه الاراضي سوف تكون لانتاج المحاصيل الاستراتيجيه، وبالتالي سوف تؤدي زياده الانتاجيه من هذه
المشروعات الى رفع مستوى التغطيه من الانتاج سواء من الذره او من القمح او بعض المحاصيل الاستراتيجيه. ده جانب. الجانب الاخر ان احنا واخدين محور التوسع الراسي اللي هو ترفع من مستوى انتاجيه الفدان نتيجه برضو توجيهات سياده الرئيس ان احنا نتوسع في التقاوي المعتمده والتقاوي المحسنه، بحيث ان انت بدل الفدان ما يجيب مثلا 14 ارداف بقمح لا يجيب 20 و22 و25. فاذا انت توسع راسي، وبالتالي مع مزيد من مشروعات التوسع الراسي وتحسين الاصناف وزياده الكفاءه وحده وعائد وحده الفدان مع التوسع الافقي وزياده مساحه الرقعه الزراعيه، ان شاء الله هنقدر نحقق قدر كبير على طريق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجيه. ده وقدوده معالي الوزير. اخر حاجه، هو احنا علشان يا فندم نحقق اكتفاء ذاتي من اللحوم محتاجين ننتج كام طن لحوم في السنه؟ هو احنا احتياجاتنا من اللحوم حوالي 1,000,000 طن سنوي. احنا بننتج 560,000 طن وبنستورد حوالي 400 وشويه، يعني حوالي 55 او كده يعني. طيب يعني احنا بنغطي 55% او 57% وبنستورد حوالي 40%. احنا شعب يعني ايه، كل فول وعيش لما قال يا كفه، عايزين ناكل لحمه بقى لحد ما نزهق ان شاء الله. يعني انت شايف، ممكن عايز اقول حاجه يوسف بيه، انت يعني برضو المشروعات الاستباقيه للدوله، يعني مثلا سياده الرئيس لما وجب المشروع القومي البتيلو ما كناش عارفين ان الظروف دي هتحصل. لما وجب تحسين السلالات ما كناش عارفين الظروف دي هتحصل. لما وجب مشروع المليون راس، لما واجه بمشروع تطوير مراكز تجميع الالبان، كل لما واجه بالمشروعات القوميه المرتبطه بالسمك بالاسماك ومشروعات كبيره، لما واجه بالتوسع الافقي وزياده الانتاجيه، دي كلها يعني مشروعات استباقيه نتيجه رؤيه من القياده السياسيه للمستقبل، والدوله بتعمل يعني في ظل هذه التوجهات. اعتقد ان النتائج الحمد لله ايجابيه، وبرضه يعني دعنا نقول برضه ان احنا احسن من كثير من الدول العالم اللي بتمتلك قدرات ماليه هائله. ده صحيح، يعني بدليل ان احنا ما عندناش ازمات الحمد لله. فرضت على بعض الاسر ما تشتريش اكثر من وحده من المنتج. انجلترا، ما انا مش عارف ده بجد مش هزار، وش يعني اخرى كتير انجلترا. لكن احنا في الدوله المصريه لا فيه حد قال للحد ما تشتريش، كل السلع متوفره بالكميات المناسبه، توازن مقبول في العرض واستقرار الاسعار. وخلي بالك في بعض الاحيان قد يكون اتاحه السلعه هو ده الرقم، هو المتغير الاساسي في الموضوع، ان انت تلاقي السلعه قدامك. صح، وهي السلع موجوده، ويمكن ده اللي اتكلم فيه الرئيس، قال هو بس فاضل ان احنا محتاجين اجراءات اكتر لضبط السوق علشان نحدد من جشع بعض التجار، ليس طبعا. الا لكن طبعا. الوفره موجوده. ما هو النجاح يا يوسف مساله مجتمعيه كلنا. صحيح يا فندم، تجار ودوله وافراد ومستهلكين وترشيد الاستهلاك وكل الحاجات دي. مزبوط. نجاح المجتمع في ظل الازمات ديت كلنا نجاح مجتمع، وكلنا لازم نشترك فيه. ايدينا في ايدين بعض يا فندم. احنا طولنا على سيادتك، وعارف انك حياتك بتصحى بدري من النجمه، فيدوب كده يعني بعد يوم طويل ومرهق. ربنا يخليك يا معالي الوزير. كل الشكر لسيادتك معالي الوزير السيد القصير، وزير الزراعه واستصلاح الاراضي في جمهوريه مصر العربيه.